تغيير ولا استحالة، اللي هو الاعتراف التأخير. احنا بنسمعه كلنا كعقيدة اللاهوت بالنسوت، لكن الحقيقة لحد اللاهوت بالنسوت لازم يبقى له مدلولة عملي في حياته. وفي ناس تخصصت في دراسة اللاهوت العقيدة، أنا عرفتك فيها قوي، وفي ناس دخلت في الحياة الروحية جدا جدا وما ديتش ما راحتش الدقة اللاهوتية. فالحقيقة الكنيسة في تاريخها كله بيبقى فيه معارك بين الناس الروحيين اللي ما دققوش في العقيدة والناس اللي هم بيدققوا في العقيدة من غير ما يكونوا لهم باع كبير في حياة الصلاة وحياة الروح. النهارده تطبيق كيف نطبق العقيدة الصحيحة، انت مسيحي ارثوذكسي والعقيدة السليمة في الحياة الروحية، والعكس كيف تعيش حياة روحية على اساس العقيدة. ده موضوع يدرس ليه، لان زي ما قلنا حتى الترانيم مع احترامي الشادي يعني الترانيم اللي بتتقال ممكن ما تكونش مبنية على عقيدة، ممكن تبقى زي مدايح الكنيسة والبصلمضيات، كل مدايح البصلمضية مبنية على عقيدة، ولكن ممكن تسبيح البصلمضية والتسبيح النظامية من غير حياة روحية وحياة روحية فتفقد قوتها العميقة. القداس نفسه عبارة عن عقيدة مطبقة، لو صلى القداس من الناس من الشعب من حتى الكاهن أكثر من كده من غير ما يعيش فدية حياته بالنسبة له يفقد القداس معناه. فاحنا مهم قوي في اجتماع قدام نشوف يعني ايه اساس العقيدة. مثلا المزامير، ممكن انت تقعد تقول المزمور وتصلي المزمور لكن المعنى العقيدي بتاعته المعاني الحية اللي فيه مش قادر كل يوم تقرأ كل يوم تصلي من غير ما تعرف المدلول. يعني كمثال يعني ازاي الروح العقيدة والروح، يعني مثل المزمور 22 في المزامير اللي هو بدايته إلهي إلهي لما تركتني، بيتكلم عن المسيح على الصليب، والمزمور كله شرح الألام المسيح. فممكن أول واحد يصلي عادي كأنه بيصلي مزمور إلهي إلهي لما تركتني بعيدا عن زفيري وصخبوا يدي ورجلي وعلى اللواس ألقوا قرعة. ده من ناحية القراية يعني الصلاة، ولكن وبيكررها كل يوم زي التاني. في فرق أن واحد ياخد المعاني ديت ويبتدي العقيدة اللي فيها ازاي المسيح اسلم وخد العار كله عشان يشفي طبيعتنا البشرية يدينا حياته، ويبتدي يخش بقى كان إلهي تركتني ما هو والأب واحد. فإذا الترك دهوت احنا واخدين بالنا نشترك فيه، احنا واخدين بالنا نشترك فيه عشان نعاين ان احنا مقبولين عند الله في المسيح اللي شال الترك بتاعنا او الاخلاء ذاته لاجلنا لكي ما يحمل الموت عنه. وبعدين يقول المزمور هو حاسس بالمعاني دي فيبتدي ايه قلبه يتاجج بالروح ويحس بالروح ويحس بالحضور المسيح وعمله فيه وخلاص. يبقى واحد يقول المزمور بتكرار من مش فاهم المعنى العقيدي، واحد تاني بيقوله بالروح بيفهم معنى العقيدي. لو قالوا بقى بتلاوة وحتى احساس وشعور من غير ما يبقى عقله ووعيه داخل في الموضوع ما يقدرش يستمر في الصلاة الحقيقية. فلازم دايما نوازن ما بين الفكر العقيدي والتطبيق العملي الروحي. ده هو الهدف يعني النهاردة من اجتماع قدام، ازاي نطبق الحتتين مع بعض. احنا هناخد طبعا امثله كثيره جدا
والقداس مليان، لكن هناخد جزء في القداس. ليه؟ الجزء اللي هنختاره لان في من قيمه ايام بسيطه كان في نياحه القديس الانبا ديوسقوروس بابا الاسكندريه 25. كان هذا البابا تلميذ للبابا كيرلس عمود الدين، والحقيقه كان يحمل عقيده حيه جدا، ميراث الكنيسه كلها وميراث القديس كيرلس عمود الدين البابا 24، طبعا ميراث البابا اسنس البابا 20، العقيده السليمه في مجمع زي ما انتم عارفين طبعا حضراتكم، مجمع نيقيا ومجمع القسطنطينيه ومجمع افسس الاول ومجمع هو كان ماسك مجمع البابا ديسقورس، مجمع افسس الثاني القرن الخامس. فطبعا احنا يعني بمناسبه نياحه هذا القديس العظيم اللي العالم كله اختلف عليه، يعني الكنيسه الغربيه بتعتبره أرطوق، والجماعة بتوع جبل أثوس اللي هو اليونان بيعتبروه برضه أرطوق. ولما وهيب كوزمان سافر خد دكتوراه من اليونان وانجلترا، ده جه بيقول لي أنا يعني كلام كتير قوي عن بابا ديسقورس. الحقيقة ده اللي خلانا ان احنا نتكلم النهارده، نستخدم هذا الموضوع بتاع بابا ديسقورس عشان نوضح الربط بين العقيده والايه والحياه الروحيه عشان نوصل لتمتع كامل بالمسيح. طبعا هو العقيده اللي هو يعني باني عليها بابا ديسقورس كلام عقيده الاباء مبنيه على اتحاد اليهود بالناسوت بلا انفصال ولا تغيير ولا استحالة. مبنية دائما الكنيسة القبطية والكنائس كلها في الوقت ده. ويمكن ده اللي يعني نشكر الله اللي سنة 72 الكنائس كلها في العالم اتفقت على الصيغة دي. اتحاد اليهود بدل ما يخش في اتحاد الطبيعتين والطبيعة الواحدة، قالوا احنا هناخد قارون القداس اللي منتشر في العالم كله، ان لاهوته لم ينفصل عن نسوته، هنا بيرد عن اسطوريه طبيعي عمليا، ولاهوته لم يذوب في لاهوت لم يديم الناسوت، هي اللي بنقول عليها بلا امتزاج ولا تغيير ولا استحاله. فخدوا الكلام ده هوت في سنه 72 في مؤتمر فيينا، ولكن الحقيقة يعني قبل كده كان التعريفات يعني خطيرة جدا، لأن الدقة اللاهوتية كانت مهمة جدا تتعرف. فلو الإنسان عاش روحاني ويتمتع بالحاجات دي بالعلاقة مع المسيح من غير ما يعبر بدقة لاهوتية بيفضل لأما يخش في المستورية، لأن بيخش في حاجة تانية إن اللي وصل ليها وطاخي. الحقيقة إن هو كان رئيس دير كبير وعنده حوالي 140 راهب تحت إمارته، وكان بقى في الكل بيخضع ليه، ومعتبرين القديس قديس أرشمت قديس، يعني زي إيه؟ زي بابا شنودة رئيس المتوحدين، رجل ناسك وروحاني. لكن هو ما كانش دقيق في تعبيراته اللاهوتيه، حصل لخبطه، فعاوز يرد على النسطوريه ان هي اللي تفصل اللاهوت عن النسوت، فحطها بصوره ثانيه اللاهوت تلع النسوت، يعني المسيح اللاهوت مركز الانسان، مركز الشخصيه اللاهوت تلع الناسوت، المسيح عايش له المجد مجرد لاهوت بس. وده طبعا
وحاول ان هو ان يرد على المذكور بطريقه مبالغ فيها. وايه نتيجه الحياه الروحيه؟ انه حس المسيح كل شيء. يعني ما فيش غيره خالص، فهو مش متصور ان في ناسوت، هو الله. فطبعا الله بس، خلاص ما فيش حاجه خاصه بالرسول. فهنا دي الأخيه والحياه مجمع افسس الثاني الى راس الرب ديسقوروس. قال لا لا، انا رجع، انا الايمان مستقيم واللاهوت لم يفارق الناسوت، وفي نفس الوقت لم يحدث اختلاط زي ردوا عليها، يعني زي الخل لما تحط قله شويه خل في ميه المحيط بتذوب. الكلام ده مش مظبوط، اللاهوت متحد بالناسوت وحده كامله. غير كلامه وكتبه، فطبعا البابا ديسقوروس ايه قال انه مش هو بس اللي مجمع كله، مجمع افسس الثاني حوالي 140 واحد من الاساقفه قالوا خلاص. وراجل معروف وقديس وكل حاجه، هو يعني ده اعترف بإيمانه خلاص. لكن هو جاب لنا مشكله بقى، ان بعد المجمع افسس في ناس حابه ترد على المذكور، فحصل زي ما يقول تو اكستريمز، طرفين نقيض. قالوا لا احنا ايه، لا اهم حاجه ان يبقى في طبيعتين، ودخلوا في مجال الفصل بين الطبيعتين عشان يتاكدوا ان هو ايه اللاهوت لم يدجل. ف شخصيات كثيره الحقيقه دخلت في الاساقفه وتاثرت بالموضوع ده. في واحد كان مشهور جدا اسمه يوحنا الانطاكي، منطقه الانطاكيا كانت مركز كبير، كرسي كبير قوي. فطبعا يعني التمادي في الرد على طاخي دخلهم في اكستريم تاني، واللي هو ايه النسطوري. فهو جاب مشكله في الكنيسه، والبابا ديسقوروس عشان كده اعتبروه اطاخ لما هو حصل ده، ان هو وقف قدام الناس اللي بيخش في دول، كان لهم صله بالامبراطور كبيره قوي، ولهم زي بابا روما اللي هو عمل لهم سلام وما اتقراش في مجمع قدونيا. يعني دخلوا معانا ودخلوا ضد الكنيسه، انضم بقى ليهم الكنيسه الغربيه ساعات، وقدروا ان هم يعملوا مجمع في قدونيا ومن غير بصوره تعسفيه حرموا البابا ديسقوروس. دي بقى يعني مش ما فيهاش عقيده، فيها سياسه عشان المراكز الاولى في الكنيسه بين روما والاسقفيات يعني او في البطريات. بس فجاب لنا مشكله اوطاق الحقيقه من غير عدم ثبات في المعرفة الروحية الكاملة بين الروح والعقيدة. فده بيخلينا ازاي يبقى العقيدة سليمة، والتطبيق بتاعها الصلاة والتسبيح والشركة برضه يكون مضمون وضروري. إذا قلنا في القداس الاثنين ممتزجتين يعني واخدين وضعهم، لكن لازم نعيش في القداس، نفهم العقيدة بتاعته ونفهم الروح بتاعته ونصلي. الحقيقة أنا برضو ده أول سبب خلانا النهاردة نتكلم عن أنبا ديسقورس، وإزاي هو كان ضحية لزمن